مارك متعة الإعلام الجاد والهادي. للمزيد من المستجدات والأخبار زوروا موقعنا سكوب مارك ويما. سيادنا المشاهدين السلام عليكم. كيف ما عودناكم في جريدة سكوب ماروك أننا ما كنديرو فيديو حتى كيكون شي أمر خطير اللي كيتعلق إما بالسلامة أو بالأرواح ديال المواطنين. واليوم الموضوع اللي جينا نتكلموا عليه هو موضوع خطير جدا لأنه كيتعلق بواحد الألغام داخل إقليم ستارز اللي كتربس بالمواطنين وممكن أنها تخلق لنا واحد المجزرة داخل المدينة. فقبل ما غادي نطرق لهذا الموضوع غنحطكم في السياق ديالو. في مدينة ستارز كاينه منطقة صناعية موضوعة في عالية وادي موسى، وهذا الواد كيخترق المدينة يعني من شمالها إلى جنوبها بحيث كيقسم المدينة إلى النصف الشرقي والنصف الغربي. هذا الواد محمل بمياه مستعملة منزلية ومياه مستعملة يعني على المستوى الصناعي. هذا الواد المياه ديالو والمجرى ديالو كان موجه نحو محطة المعالجة المتواجدة على مقربة من غابة مزامزة أو ما يسمى بمحطة المعالجة مزامزة، بحيث ان هذه المياه مجرد الولوج ديالها لهذه المحطه كانت كتتم عمليه المعالجه ديالها عن طريق الاحواض ويتم تصريفها نحو الفلاحين اللي يستعملها في اغراض زراعيه وسقي اراضيهم الزراعيه. الى هنا المشكل عادي كيحترم البعد البيئي كيحترم المعايير والتشريعات القانونيه. تكلمنا في فترات سابقه كفاعلين بيئيين داخل الاقليم على اساس ان كاين بعض السلوكات بعض الفلاحه نظرا للفقر الهشاشه ما كيقدروش ما عندهمش موارد مائيه باش يديروا الضخ، كيديروا غير الضخ بشكل مباشر من هذا الواد يعني بشكل مباشر قبل ما كيوصل لمحطة المعالجة وكيسقوا به الأراضي الفلاحية. وتكلمنا أنها راه هاد الشيء راه شيء خطير وما خاصهمش يسقيو بشكل مباشر على اعتبار أن دوك الخضروات اللي غيتسقاو غيوليو كيحملوا واحد المجموعة من الملوثات. ولكن اليوم كنتفاجئوا في إطار واحد الجولة كنكتاشفوا ماشي غير سلوكات صغيرة ديال الفلاحين صغار، كنكتاشفوا سلوكات ديال المسؤولين، شي مسؤول استثنائي هنا في الإقليم. احنا بغينا نعرفوا بعدا شكون هو اللي عطى واحد القرار وشدوا المجرى ديال الواد اللي كان من الجنوب نحو الشمال ووصلوه حولوا المجرى بشكل كلي نحو الضفه اليمنى يعني الضفه الشرقيه للطريق الوطنيه رقم 9 الفاصله ما بين سطات وسيدعيد، بحيث ان المياه ما بقاتش كتوصل لمحطه المعالجه. هذه واحد يعني المياه ما بقاتش كتوصل لمحطه المعالجه، وبالتالي فالدولة كانت صرفات الملايير باش تصوب لنا واحد محطة المعالجة ديال المياه، اليوم ولات محطة المعالجة غير وظيفية لأن المياه مابقاش كيتوصلها. هذه واحد. النقطة الثانية اللي غنتكلموا عليها أن هذا المسؤول اللي خدا هذا القرار وحول لنا المياه والمجرى ديال الواد نحو الضفة اليمنى، أشنو كيربطو ما بين مع دوك الفلاحة اللي متواجدين في الضفة اليمنى باش كيحول لهم واحد المياه ملوثة؟ واللي تكلمنا من بعد التحليل ديال أكثر من 400 عينة شنو هما الملوثات اللي كاينين، شنو هما الارصابات المواد العالقه والمواد الكيماويه المتحلله والدائبه داخل هذه المياه. وكنعرفوا خاصه ان المنطقه كتعرف يعني الضفه الشرقيه كاين واحد المجموعه ديال الفلاحات يستعملوا بعض الخضروات اللي عندها اما جذور او باستعمال الاوراق بحال الخوص بحال المعدنوس يعني كان بعض الخضروات، وبالتالي هذه الملوثات كتعلق يعني في دوك الاوراق وخاصه هذه الخضروات كتستعمل بشكل طازج يعني بدون طهي ديالها بحال الخوص كيستعمل بشكل طازج بدون طهي ديالو، وبالتالي الملوثات كتنتقل لينا مباشره يعني للجسم ديال الانسان وممكن تخلق ليه واحد المجموعه ديال الامراض الا لم نقول الوفاه ديالو. فياكنا كنتكلموا في الصويره ماتت 15 سيده نظرا لتقصير اكس او ايغريك، فاليوم غادي نتكلموا على مجزره فيها الالاف، مجزره فيها وفيات وفيها امراض بيئيه اللي غادا تظهر. وهذا الشيء علاش مسؤول عنده علاقه مشبوهه بعض الفلاحين حول ليهم واد على قدو حولو ضاربا الشريعه البيئيه والسياسات البيئيه كوف 22 والتوصيات ديالو استراتيجيه المغرب الاخضر وضرب كل شيء في الزيرو وضرب الاستثمارات اللي داير المغرب في هذه محطه المعالجه وخلى الماء ما بقاش كيوصل لينا لهذه المحطه المعالجه ودوزوا لعند هذه الفلاحه اللي كيستعملوا مياه خامه مياه بغيت باقا فيها الملوثات ما واصلاش لمحطه المعالجه حولوا من المجرى كامل حولوا عندهم باش يسقيوه على مستوى الضفه الشرقيه للطريق الوطني رقم 9 الفاصله ما بين مدينه سطات وجماعه سيد العيدي. شكون هو هذا المسؤول؟ واليوم كنطالبوا من الاداره الترابيه وعلى راسهم عامل اقليم سطات لتحمل مسؤوليته، يعني لان اليوم ندق ناقوس الخطر، اليوم ندق ناقوس الخطر
ونطالب بتفعيل مبدأ رفع المسؤولية بالمحاسبة. هذا المسؤول بغينا يتفتح تحقيق ويتم العقاب ديالو ورفع المسؤولية بالمحاسبة، لأنه كيتلاعب بصحة وأرواح المواطنين. راه هاد الخضروات غتولي ألغام كتربص بصحة المواطنين، وغدا توجه لنا الأسواق المحلية، وغدا وبعد غدا غدا ترجع لنا احنا، يعني بأضرار كثيرة على الصحة ديالنا. ومن هنا كنطالب السلطة المحلية، إدارة ترابية، تدخلين بشكل عاجل، لأن الأمر يوم بعد يوم يتزايد الوقع ديالو والأثر ديالو على صحة المواطنين. دخل بشكل عاجل وقف هذه المهزلة، وتخلي المياه توصل لمحطة التصفية وتعالج، وديك الساعة الفلاح يبغوا يستعملوها في سقي الأراضي الزراعية ديالهم، الله يسهل عليهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تفعيل ثلاثة المحاضر اللي دارتها اللجنة الإقليمية، اللي خرجت عينت أن بعض الفلاحة كانوا كيديروا السدود على مستوى هذا المجرى باش يحولوا المياه. رأيك كنا كنتكلموا في فترات سابقة أن سلوكات بعض الفلاحة كانوا كيديروا سدود من خلال ملء بعض الأكياس بالرمال باش كيديروا سدود يعني صغيرة لتحويل هذه المياه نحو الأراضي ديالهم. اليوم راه كنتكلموا على سلوك ديال مسؤولين، ومسؤولين استثنائيين داخل المدينة، حولوا مجرى ماشي غاب سد، راه داروا لي كانال ديالو حولوه نحو اليمين. وكنعرفوا دائما أن الواد كيف كيقولوا الواد كيرجع للمجرى الطبيعي ديالو، واخا يتغطى واخا يتم التحويل ديالو، راه غدا وبعد غدا ممكن يرجع المجرى ديالو، ممكن يوقع فيضانات. ونذكركم بالفيضانات ديال 2002 1896 97 2009، نظرا لانه كانوا عاوتاني حالات استثنائيه. ومن هنا كنوجه النداء ديالي والرساله ديالي لإدارة ترابية باش تدخل بشكل عاجل. حنا اليوم كندوقو ناقوس الخطر، راه شفنا الحاله اللي وقعت، حاله المأساوي اللي وقعت في الصويره، ومن هنا كنوجهوا لهم التعازي ديالنا. ما بغيناش نفس الحالات تعاود عندنا هنا في اقليم سطات وفي مدينه سطات. يجب فتح تحقيق شكون اللي عطى القرار باش المجرى ديال واد بن موسى يحولوا مياه ملوثه خامه وما يخليوهاش توصل لمحطه المعالجه، ويدير لها تحويل المجرى من الضفه اليسرى للطريق الوطني رقم 9 نحو الضفه اليمنى. المجرى كان غادي في الضفه اليسرى، غادي مباشره لمحطه التصفيه، ايفاكيوه ولا دايز من تحت الطريق الوطني رقم 9 وداو للضفه اليمنى بشكل خام بدون معالجه، وكيتم الاستعمال ديالو في سقي الاراضي الزراعيه. ما بقيناش كنتكلموا على كميه قليله، وما غنتكلموش غير على الاضرار على مستوى صحه المواطنين، غنتكلموا حتى على الفرشه الباطنيه. يصيفنا هذه الملوثات، صيفنا بشكل مباشر الاراضي الفلاحيه وتهبط لنا الفرشه الباطنيه والاثار ديالها، وان واحد الابار يعني العمق هنا في الشاويه راه العمق غير قليل، مستوى البيزومتري ديال الفرشه الباطنيه غير قليل، يعني الفلاح فاش غيجبدوا المياه من هاد الابار راه تكون مياه ملوثه، ويشربوا منها ولا يستعملوها بشكل مباشر غيكونوا كيصيفطوا مباشره واحد المجموعه ديال الملوثات الكيماويه للجسم ديالهم. رسالتي الإدارة الترابية وعامل إقليم سطات بالخصوص على اعتباره ممثل صاحب الجلالة في الإقليم والصاهر على تطبيق القانون. نحن في دولة الحق والقانون، نحن ما كنطالبوا إلا بتطبيق القانون. وكنتمنى الرسالة ديالي أن تجد صداها لدى مسؤولي المدينة، ويتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تفعيل لخطاب صاحب الجلالة وتعليماته السامية بربط المسؤولية بالمحاسبة. وكنقول لكم مساءكم سعيد. كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هذه الحاله اللي دايرين هاد الناس هادو، هذا راه باراج ولا هنا كيطلقوا الوقت اللي بغاو، يسدوه الوقت اللي بغاو، يستغلينو كيما بغاو، ولاو دايرين عصابه هنا. شو الممتلكات ديال الدوله الجاري ليهم؟ السكه غتمشي، الميكرو مجموع هنا حتى تشوف، والله يسخر تاني. هانتوما كتشوفوا هنا، نطلبوا من السلطه دير شي حل لهاد المسائل هادي، راه بزاف هادشي.